بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم إلى المملكة المغربية في إجازة خاصة. وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله أيده الله مطار ابن بطوطة في طنجة دولة رئيس الحكومة بالمملكة المغربية سعد الدين العثماني ووالي طنجة تطوان محمد يعقوبي والقائد المنتدب للحامية العسكرية بطنجة محمد المرابط وعدد من المسؤولين المغاربة. كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين رعاه الله صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبد العزيز بن محي الدين خوجة والملحق العسكري لدى المغرب العميد ركن نبيل العايد وأعضاء السفارة السعودية بالمغرب. بعد ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في موكب رسمي إلى المقر المعد لإقامته رعاه الله. وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين أيده الله صاحب السمو الملكي الأمير التركي بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف ورئيس المراسم الملكية خالد العباد ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد العسكر ونائب رئيس الديوان الملكي عقل العقلة ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المكلف خالد السويلم. وكان خادم الحرمين الشريفين قد غادر في وقت سابق جدة لقضاء إجازة خاصة. وقد أناب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة.